في تطور جديد خاص بجائحة كورونا العالمية، أعلن مسؤولون عن متابعة انتشار المرض بمدينة ووهان الصينية عن ظهور 5 حالات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، وتعد تلك الإصابات هي الأولى منذ تخفيف إجراءات القيود المفروضة بسبب انتشار المرض في 8 أبريل الماضي. جدير بالذكر أن مدينة ووهان هي أولى مدن العالم التي شهدت إصابات بفيروس كورونا. انتقد الرئيس دونالد ترامب عددا من مسؤولي الولايات المنتمين للحزب الديمقراطي على خلفية البطء الشديد في تخفيف إجراءات القيود المطبقة للحد من انتشار كوفيد-19، وقد خص الرئيس بالذكر ولاية بنسلفانيا. وفي أول تعليق له على انتقادات ترامب، قال حاكم ولاية بنسلفانيا توم وولف: إن السياسيين الذين يشجعوننا على ترك المعركة يتصرفون بطريقة أكثر جبناً. هذا وعلى صعيد آخر، طلب البيت الأبيض من موظفيه مؤخراً ارتداء أقنعة الوجه للحماية من كوفيد-19. أعلن مسؤولون إيرانيون مقتل 19 شخصاً على الأقل بنيران صادقة يوم الأحد خلال مناورة تدريبية شارك فيها عدد من قطع البحرية التابعة للأسطول الإيراني. هذا وقد سبق للحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية عن طريق الخطأ، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصاً. قالت الحكومة الأفغانية الاثنين إن قوات الأمن الأفغانية اعتقلت 3 من كبار أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب آسيا، من بينهم الزعيم الإقليمي للجماعة التي تمارس أنشطتها الإرهابية شمال شرقي أفغانستان. وأفاد بيان المديرية العامة للأمن القومي ووزارة الداخلية أن رئيس التنظيم المتشدد بجنوب آسيا أبو عمر خراساني قد اعتقل في كابول إلى جانب رئيس مخابرات التنظيم وضابط العلاقات العامة به. أعلنت مجموعة فنادق ماريوت في بيان لها، والتي تعد واحدة من أكبر سلاسل الفنادق في العالم، عن انهيار أرباحها خلال الأشهر 3 الأولى من العام الجاري. وقد أفاد البيان أن صافي الربح قد انخفض إلى 31 مليون دولار فقط في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بصافي ربح قدره 375 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019، ما يمثل انخفاضاً بنحو 92% من الأرباح على أساس سنوي. وعلى صعيد آخر، أعلنت سلسلة فنادق حياة عن خططها لإعادة الهيكلة وتسريح 1300 موظف من العاملين لديها حول العالم. في خطوة يصفها بعض المحللين بالمتهورة، أعلن رئيس مجموعة شركات فيرجن عن خطط لبيع 25 مليون سهم في فيرجن جالاكتيك، وهي إحدى الشركات الناشئة المنتمية للمجموعة والعاملة في مجال السياحة الفضائية، وذلك بهدف جمع أكثر من 400 مليون دولار نقداً للمساعدة في إنقاذ شركة الطيران التابعة لها والتي تضررت جراء أزمة جائحة كورونا العالمية. تلقت شركة تيم هورتونز، وهي إحدى الشركات العاملة في مجال تقديم القهوة وحلوى الدونتس في كندا، استثماراً لم يكشف عنه من شركة تينسنت عملاق التكنولوجيا الصيني. وقد أعلنت هورتونز عن خططها لزيادة انتشار متاجرها في السوق الصيني من 50 إلى 1500 متجر.